اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة بنينة برشا سهلة مهلة. وصفتنا لليوم هي خبز الساندويتشات. باش نشارك معاكم طريقة سهلة مهلة مبسطة بقدرة ربي. إذا كان تتابعوا الفيديو من الأول حتى للآخر تنجحوا في الوصفة ولو من أول مرة. يجيكم خبز خفيف فارغ من الداخل، ممكن تحضروا به أي نوع متاع ساندويتشات وتتمتعوا بهم. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ويقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معي على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنال، وممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إنال. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه خذيت 150 مليلتر من الماء الدافي. لازم يكون ماء دافي ماهوش بارد وماهوش سخون يحرق. باش نحط عليه ملعقه متاع قهوه من السكر، السكر العادي الابيض، وباش نضيف عليهم كيس من خميره الخبز فيه 10 غرامات الخميره الجافه اللي تكون حبيبات. الكيس هذية اللي فيه 10 غرامات يخمر لكم 500 غرام من الفارينة وإلا السميد، خاصة في فصل الشتاء. إذا كان في فصل الصيف والدنيا سخونة ينجم يخمر لكم حتى كيلوغرام من العجينة. وممكن أنكم تستعملوا زيادة الخميرة الطازجة إذا كان عندكم الخميرة المكعبات، تستعملوا نصف مكعب اللي يكون فيه 20 غرام. توا نخلطوا المكونات هذوما وباش نغطيوا الخميرة متاعنا تقريبا 10 دقائق، نخليوها تتفاعل شوية ونرجعوا باش نبداو نحضروا الوصفة متاعنا. لهنا توا بعد 10 دقائق رجعنا للخميرة متاعنا، نتحصلوا عليها بالشكل هذايا. تلقاوها عاملة الكراغو على السطح باش تعرفوا اللي هي باهية وباش تخمر لكم العجينة. ماذا بيكم ديما تجربوا الخميرة متاعكم قبل ما تعجنوا بها. أخذت لهنا 500 غرام من الفارينة العادية حطيتهم في صحفة، ضفت عليهم ملعقة متاع قهوة من الملح، وباش نضيف عليهم زوز ملاعق من زيت الزيتونة، تنجموا تستعملوا زيت نباتي نفس الشيء. وباش نحطوا عليهم توا الخليط متاع الماء الدافي والخميرة والسكر. باش نخلطوا المكونات الكل وباش نكملوا نلموا العجينه متاعنا ب 150 مليلتر من الحليب الدافي. يعني استعملنا 150 مليلتر من الماء، حلينا فيه الكيس متاع الخميره مع شويه سكر، وباش نكملوا توا ب 150 مليلتر من الحليب الدافي. لازم يكون دافي ماهوش بارد برشا وماهوش سخون يحرق. نلموا توا العجينه متاعنا باش نتحصلوا على عجينه متماسكه، ما تكونش طريه برشا تتلصق وما تكونش زاده يابسه. كملنا لهنا توا كمية الحليب الكل. المقادير اللي قلت لكم عليهم مقادير مضبوطة، ما تزيدوا ما تنقصوا. اخذينا في الاول 150 مليلتر من الماء الدافي، حطينا عليه ملعقة متاع قهوة من السكر، ضفنا عليهم كيس من خميرة الخبز في 10 غرامات، اخذينا 500 غرام من الفارينة، حطينا عليها ملعقة متاع قهوة من الملح، وصبينا عليها كل خليط متاع الخميرة والماء الدافي، وكملنا لمينا العجينة متاعنا ب 150 مليلتر من الحليب الدافي. توا لهنا باش نمسح الطاولة، نحطوا العجينة متاعنا وباش نكملوا نعجنوها مليح مليح مدة دقيقتين. هذه هي توا العجينه متاعنا، كملنا عجناها مده دقيقتين. لازم تولي تترشق بين يديكم باش تعرفوا اللي هي تعجنت مليح، تكون عجينه متماسكه ماهيش طريه تتلصق وماهيش عجينه يابسه. حطيتها توا في الصحفه هذه وباش نغطيها نخليوها تخمر. لازم الحجم متاعها يتضاعف اقل شيء 3 مرات، ومن بعد باش نرجعوا نشكلوها. تنجموا تحطوها حتى في ستال بلاستيك، اي معون يكون يسكر عندكم بالخطاء. لهنا توا رجعنا للعجينة متاعنا، خليناها خمرت في راحتها. لازم نتحصلوا عليها بالشكل هذايا. بالنسبة ليا أنا أخذت لي ساعتين في عملية التخمير، وانتوما على حسب الطقس اللي عندكم. إذا كان عندكم الدنيا دافية ما تاخذش حتى ساعة. إذا كان زادة باش تعملوا الوصفة هذه في فصل الصيف تنجم تحضر حتى في نصف ساعة. عينكم ميزانكم على حسب الطقس اللي عندكم. المفيد لازم العجينة متاعكم يتضاعف الحجم متاعها بالشكل هذا. كما شفتوا لهنا عملتك الخيوط من الداخل. رشيت شوية فارين على الطاولة، وباش نهبطوا العجينة متاعنا نخرجوا منها كمية الهواء اللي فيها. لهنا توا نحاولوا نخرجوا منها كمية الهواء اللي فيها، تعملوها على شكل سرة وباش نتعديو ونقسموها إلى قطع. باش نقطعها لهنا إلى 5 قطع متساويين، وانتوما تعملوا الحجم اللي تحبوا عليه، تعملوا خبز كبير وإلا صغير على حسب الرغبة متاعكم.
لهنا توا ناخذوا قطعة من العجينة نلموا لها الأطراف نتاعها بالشكل هذايا، نكوروها بين كفوف يدينا، نتحصلوا على كويرة مزيانة بالشكل هذا، نحطوا شوية فارين على الطاولة وإلا على الرخامة ونحطوا عليها كالكويرة، والكلهم توا باش نخدمهم بنفس الطريقة. وأول كويرة شكلناها هي أول كويرة باش نحلوها. خذيت لهنا أول كويرة شكلناها، رشيت عليها كمية قليلة من الفارينة، وخذيت الرولو نبدأ نحلوها شوية على الجهة الأولى ونقلبوها على الجهة الثانية ونحلوها بنفس الطريقة. كل مرة تحلوها على جهة شوية وتقلبوها على الجهة الثانية باش هكاكا تتحللكم مستوية وتجيكم الشكل متاحة دائري ومرتوب. وتوا من بعد نقرب لكم باش تشوفوا السمك متاحة كيفاش لازم يكون. حاولوا استويوها شوية من الجوانب. هذه هي الخبزة متاعنا كيفاش نتحصلوا عليها. هذه هو السمك متاحها كيفاش لازم يكون. تكونوا فرشتوا منديلة وإلا ناب، تحطوا عليه الخبزة اللي تحلوها. من بعد باش نطيبوهم مباشرة، دوبا ما نكملوا نحلوا 5 خبزات باش نتعداو نطيبوهم. وباش نبداو بأول خبزة حليناها بنفس الطريقة توا باش ناخذ الكويرة الثانية ونحلها كما حلينا الخبزة الأولى حتى لين نكملهم الكل، ومن بعد نرجعوا باش نطيبوا الخبزات متاعنا. لهنا كملت حليت الخبزات الكل باش نتعداو نطيبوهم مباشرة من غير ما نخليهم يرتاحوا. حطيت القلاية توا سخنتها مليح على النار، من بعد نقصت شوية، خليت نار متوسطة، ما تكونش نار قوية وما تكونش نار ضعيفة. حطيت لهنا أول خبزة حليناها، تبداو بالترتيب، أول خبزة حليتوها هي أول خبزة طيبوها. دوبا ما تحطوا الخبزة متاعكم تقريبا 30 ثانية وتقلبوها على جهة أخرى، ما تخليوهاش حتى لين تتنفخ وتعملك الفقاعات، لازم تقلبوها في صحفيسة كما قلتلكم نصف دقيقة تقريبا وتقلبوها. دوب الليش لهنا محمرت على الأجناب، وباش نعاودو تو نقلبوها على الجهة الثانية. لهنا تو باش تلاحظوا الخبزة متاعنا باش تبدأ تتنفخ بشوية بشوية، تبدأ من الأجناب حتى لين تتنفخ كلها كاملة. المقطع هذا راهو طويل شوية، سرعت فيه باش تشوفوه كامل في نفس الوقت الفيديو ما يكونش طويل برشا. لهنا تو الخبزة متاعنا تنفخت، باش نقلبوها على الجهة الثانية، نطيبوها شوية على الجهة ذيكا، من بعد باش نطيبوها على الجنب متاعها. واضحة العملية وسهلة مهلة. ديما تطيبوا على نار متوسطة، وتردوا بالكم ماك البخار اللي يخرج من الخبزة هذاك يكون سخون برشا بعد ويجيكم باش ما تتحرقوش. توا نكمل نطيبها من الأجناب الكل، والكل هم توا باش نطيبهم بنفس الطريقة، ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. هذوما هما توا الخبزات متاعنا، طابوا حضروا يجيوا ما شاء الله نودكم ومنشهيكم. يجي خفيف فارغ من الداخل، يتحل بكل سهولة، ممكن تحطوا فيه أي حشوة تحبوها، تعملوا سندويتشات بالزيسكالوب بالسلامي بالدجاج بالشاورما بالتن على حسب الرغبة متاعكم. جربوا الطريقة هذية وبقدرة ربي ترحمولي على والدي. توا باش نشارك معاكم سندويتش كيفاش باش نعبيه بالحشوة، وانتم يقعد لكم الاختيار تعملوا أي حشوة تحبوها. باش ناخذوا الخبزة متاعنا باش نحطوا فيها أول حاجة شوية هريسة، وباش نحطوا شوية سلطة مشوية، باش نحطوا شوية مايونيز، نحلوا المكونات هذوما الكل، باش نكملوا بشوية سلطة خضراء، نحطوا شوية جزر مبشور اللي هو سفناريا، نحطوا شوية طماطم، باش نحط لهنا بيضة، وباش نكمل لهنا بشرائح من المرتديلا. تعملوا الحشوة اللي تحبوها على حسب الذوق متاعكم، فقط لهنا باش نعطيكم فكرة. باش نكملوا لهنا توا بشريحة من الجبن، رشة صغيرة من المعدنوس، كعيبة زيتون. هذا هو الساندويتش متاعنا، ما شاء الله نودكم ومنشهيكم. حضرت معاه البطاطا الفريت، وانتم على حسب الرغبة متاعكم تعملوا الساندويتشات اللي تحبوهم. الأساس في الفيديو متاعنا هو الخبز. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم وقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معي على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنيل، ممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إنيل. نتقابلوا إن شاء الله في فيديوهات أخرين. وآخر حاجة نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا،
فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، وقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.